السلام. كيف الحال؟ الحمد لله، انتم على خير. مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بالاصدقاء ديال الاكاديميه ديالنا، العائله ديال انزان. شكرا لهم على التفاعل ديالهم، شكرا للحضور ديالهم. هذا اللقاء اللي اكيد غيكون ممتع معك استاذ عبد السلام. اكيد شكرا انا لك. دائما سورتو في مجال ديال الحساب الذهني كنستمتع بزاف، لان واحد المجال اللي هو زوين بزاف، مجال اللي ولا مطلوب عند الوالدين، ولاو كيقلبوا على لي كوتش اللي غادي يخدموا لهم مع وليداتهم او لي يخدموا هذا المجال ديال الحساب الذهني، بحكم عنده بعض المزايا، مزايا كثيره على الوليدات، وكذلك اللي كنقول حتى حنا نفعلوا شويه الذاكره ديالنا ونخدموا شويه العقل ديالنا ان شاء الله. دونك فوالا استاذ، يمكن نبداو على ما يود المغرب في المناطق كلها ديال المغرب ان شاء الله، ونحبسوا الا بغيتوا نحبسوا واحد 5 دقائق ولا هذا لصلاة المغرب إن شاء الله. أستاذ الصوت ديالك ما مسموعش. شوفي دابا سيدة فتيحة، دابا مزيان. إذا على بركة الله ندخلوا مباشرة في الموضوع. أول حاجة أكيد اللي بغيت نبريزونتي لكم هو هذيك لاباكوس. دابا اللي كتسمعوا الحساب، يعني الحساب الديني، باش نزيدوا من السطور. الحساب الديني هو شي واحد النوع ديال الحساب اللي ما كديروش بصباعك، ما كديروش ميم افيك ماتيريال، ما كديروش افيك ماتيريال. دونك حساب ديني يعني واحد الحساب اللي كنخدم جوست الذهن ديالي بالعقل ديالي. اذا حتى باش نديرو الصبيعات بحال هكا، هذا ما كيتسماش حساب ذهني. واخا مثلا الطفل بحال هكا يعني جامع يديه وكيقيس الصبيعات بحال هكا، نو، هذا ماشي حساب ذهني. دوك الحساب الذهني يقدر يتم عبر التخيل، نقولوا ليه حساب ذهني. وبيان سور الحساب جميع الانواع ديالو يتم عبر التخيل، ولكن لاكتيفاسيون ديال ليماجيناسيون ديال التخيل كتستدعي يعني مجموعه ديال لي بريباراسيون. وكتستدعي اول حاجه هو لو ستيل اللي غادي نعلم به الوليدات هذا الحساب. هذا بيان سور كاين الحساب الذهني اللي تعلمناه في المدرسه، ذاك الحساب بحال مثلا يعني بحال هذا الشكل. مثلا كنعطيكم مثلا 12 بلس 13. دونك نورمالمون ملي كنبغيو نخدموها ذهنيا ما كنبغيوش نكتبوها، يعني التلميذ شنو كيدير؟ اما كيدير لا ميثود ديال كيبقى يحطهم يتخيلهم ويدير 2 + 3 ويدير 5، 1 + 1 = 2، او لا مثلا غادي 12 بلس 13 ذهنيا يقدر يرجع هي 10 بلس 10 بلس 2 بلس 5 وهي 20 بلس 5 ايكال 25. بيان سور لوبيراسيون مونتالمون كتتم دغيا دغيا. دونك هنا الطفل شنو كيفاش كيخدم هاد العمليه هذه. دونك حنا اللي غادي نبروبوزيو عليكم اليوم، غادي نبروبوزي عليكم الحساب الذهني الياباني اللي كيدار عبر هذه الاداه هذه ديال لاباكوس جابون. دونك انا عندي واحد السويعه ان شاء الله، خليو لي كيسيون ديالكم عندوس في لي كومونتير، وغادي نحاول ان شاء الله نعطيكم فكره واضحه وندخلوا في هذا الموضوع بشكل اللي هو تري براتيك وتفهموه. حتى بالنسبه لي كانوا معنا بعض الاباء والامهات كذلك، ملي غادي يبغيو يقيدوا وليداتهم في شي سونتر ديال الحساب الذهني يكونوا عارفين واحد لي زيليمون اساسيين. حيت بزاف ديال لي بارون مثلا غادي يسمعوا سونتر كيدير الحساب الذهني غادي يدي ليه ولده باش يقيدوا في الحساب الذهني، ولكن ما كيكونوش بعض الشروط اللي نورمالمون غادي تعرفوها كيفاش انكم تقيدوا وليداتكم ان بروجي ديال الحساب الذهني. بيان سور اي ام ولا اي اب كيبغي ولده انه يدير الحساب الذهني، دونك انا بيان سور نتوما ربما تكونوا كتعرفوا بشكل كبير الفوائد ديالو، مي غادي نعاودوا نتكلموا على بعض الفوائد ديالو باش نزيدو نغونفورسي ان شاء الله لا سيونس ديالنا. اذا على قولت الله اكبر، انا غادي نشرح لكم جوست واحد الشيما ونعطيكم واحد 5 مينوت اللي بغى يصلي ونرجعوا مباشره. اذا بالنسبه لينا حنايا في هاد لاباكوس جابونيز غادي نشوفوا اول حاجه اللي باقي ما كيعرفهاش، غادي نشوفوا اول حاجه واحد التذكير بسيط بالنسبه للمكونات ديالها. دونك المهم تشوفوها بحال هكا، كاينه لاباكوس ديال الاسفل على هاد الشكل هذا داكوغ. دونك كتلاحظوا فيها واحد لي بولي، حنا غادي نشوفو نشرحوهم.
وكاين كذلك لاباكوس ديال التلميذ. انا غادي لاباكوس ديال المتدرب اللي كتكون صغيره، دونك هاد لاباكوس بيان سكو كتحط فوق الطاوله، وهاد لاباكوس هادي تقدر تعلق حيتاش هاد لي بول هادو كيتفيكساو، هاد الخرزات كيتفيكساو. دونك هذا كيتسمى المعداد الياباني، المعداد الصيني، المعداد الروسي. هاد المعداد هذا الصوره كرياسيون ديال المعداد جينيرال تاع الحساب، ما كاينينش معلومات بالضبط فين بدات، واش الهند واش الصين، مهم كاينه في الجهات ديال اسيا، ولكن باقي يعني كاين مجموعه المعلومات، كاين اللي كيقول الصين، كاين اللي كيقول الهند، كاين بعض دوك الرسوم المتحركه القدام كنشوفوا داك التاجر دائما كيكون شاد واحد المعداد بحال هذا الشكل هذا، ولكن لا ستريكتور ديالها ديال هذا المعداد الياباني هي خاصه باليابان، وغادي نقولوا علاش، وعلاش كتسمى الانزان، وعلاش كتسمى الطريقه ديال تخيل الانزان، دونك الشيء كله غادي نشوفوه ان شاء الله. اذا كما قلنا غادي نشوفوا الفونكسيونمون باش نفهموا الفونكسيونمون ديال المعداد، وديك الساعه ندوزوا بشويه بشويه لبعض المعطيات اللي كتكون اساسيه. دونك كيف ما وريتكم في الصوره غادي نحاول نعطيكم مختصر ديال المعداد كيفاش داير و المكونات ديالو. دونك هنا المعداد الياباني هو اللي كنرسمو لكم دابا، اللي كيكون فيه أربعة ديال الخرزات، يكون فيه أربعة الخرزات. دونك هاد الخرزات هادو كيتسماو الخرزات السفلية أو الخرزات، دونك هادو خرزات أحادية داكوغ، ولا الخرزات السفلية، والفوق هادو كيتسماو الخرزات العلوية أو الخرزات خماسية، حيتاش كل كولون من هاد لي كولون كيتمثل وحدة. دونك فهاد لو كولون هذا نقدو نبداو بالكولون الاولاني اللي على اليمن نسميو الوحدات، نقدو نبداو من الوسط نسميو الوحدات، والفاصله غادي تكون على اليمن، وهادو الثانيه غادي نديرو ليها العشرات، اي انسي دو سويت، المئات اي انسي دو سويت. داكور، دونك انا غادي نسالي دغيا دغيا ونعطي واحد 7 دقائق، هي فتيحه ندير واحد 7 دقائق ديك الساعه نحل. دونك باش نكمل لكم، دونك هادو خرزات احاديه كتحسبوا بواحد، وهذه خرزه خماسيه كتحسب بخمسه. الا درنا لهم المجموع 5 زائد 4 حيت هادو 1 1 1، دونك هادي غادي تمثل لنا، دونك هادي هي 1، وهادي 1، وهادي 1، وهادي 1، وهادي 5. اذا الا خدينا 5 زائد 4 شحال تعطينا؟ 9. وشحال الاعداد ديال الارقام اللي ممكن نكون نمثلهم في الوحدات؟ عندنا من 0 حتى 9، يعني 10 ديال الارقام. يعني كاين بارطاج دو ليكرون، كاين جو بونس، كاين لو بارطاج، كتشوفوا لو بارطاج دو ليكرون، دونك انا داير لو بارطاج دو ليكرون. اذا كما شفنا بالنسبه لاي رقم كنبغيو نمثلوه سواء في الواحد سواء في الوحدات سواء في العشرات سواء في المئات، يعني العدد الاحتمالات اللي عندنا 10، 0، 1، 2، حتى 9، داكور، اي انسي دو سويت. دونك هنا عندنا لا بوسيبيليتي نمثلو 9، عاوتاني في الخرزات العشرة لا بوسيبيليتي نمثلو من 0 حتى 9، اي انسي دو سويت. وبالتالي انا باش نركب اي رقم كيف ما كان غادي تجيني سهلة، يعني يسوفي مثلا في العشرة المئات نعرف نمثل مثلا 2، وفي العشرة 2، في الوحدات مثلا 3، يعني غادي نقراوها 23، اي انسي دو سويت. اذا نورمالمون في كل كولون عندنا لا ميم شوز، عندنا 9 ديال 10 لي بوسيبيليتي من 0 حتى 9، وبالتالي هذا المعداد هذا الياباني نقدروا نمثلوا به الارقام على حسب العدد ديال لي كولون. دونك هادو كيتسمى دي كولون، اولا نقدروا نقولوا لهم اعمده، داكور. دونك هادو نقدروا نسميوهم كلهم اعمده، هادو غادي نسميوهم كذلك لي بوان دونيتي، حيتاش في الكتابه الاسيويه دونك ملي كنبغيو نديرو شي رقم كنقسموه على حسب الوحدات البسيطه ولا الالاف، اي انسي دو سويت. علاش؟ حيتاش مثلا هنا
ملي كنبغيو نلقاو مجموعة ديال الدول الآسيوية كتبغي تبقى مثلا 2532، الطريقة اللي كيديرو شو كيديرو، إما كتلقى النقطة أو كتلقى بحال هاد الشكل فاصلة، وهي ماشي فاصلة، هي بحال لا سيباغاسيون بين كل مجزوءة ولا كل وحدة بوحدها، الوحدات البسيطة بوحدهم، الآلاف بوحدهم. مثلا عندي هنايا 5 مليون أو مثلا 422، كذلك غادي نفصلوا بها الفاصلة. دونك حنا نورمالمون لا ما كنديروش هاد الطريقة هادي، باش نديرو 5 المليون غادي نديرو بحال هاد الشكل 5، كنخلي واحد الفراغ بسيط، جوج جوج، 5 3 جوج، داكور. دونك هما في المعداد الياباني غادي تلقى في اي معداد اللي عنده المعداد الياباني غادي تلقى واحد لو بوان كيكون هنايا اللي كيفصل ليا بين الوحدات البسيطه وكذلك الالاف. اذا الاخوات والاخوان، دونك غادي نعطي واحد الاخوه الاخوات هتسمحوا لنا 5 مينوت اللي غادي يصلي باش نلتحقوا مباشره باش نكملوا ان شاء الله لي بارتي ديالنا. ان شاء الله نصلي هو الاول، خليكم في زوم ولا مثلا تقدروا تدخلوا تخرجوا، مي واحد 5 مينوت غادي نلتحقوا. هيدر الكادور جديد. السلام عليكم الاخوات، رام اكتيفيه الميكرو.
السلام عليكم، تقبل الله الجميع. إذا نكملوا، تكلمنا على الأهمية ولا على الأنواع ديال الحساب الديني، وشنو هو الحساب الديني، وشفنا الحساب الديني اللي كنديروه في ليكول، وشفنا كذلك الحساب الديني. كاين كذلك أنواع أخرى ديال الحساب بحال ديديكمات اس دي اللي كيخدموا الحسابي، كاين دي تكنيك، كاينين دي ديفلوبور اللي كيديفلوبيو مثلا دي ميثود. هما هاد لي ميثود الحاجه اللي رابطه بيناتهم كاملين هو شي حاجه اللي فيها لونتريمون وشي حاجه اللي فيها دي ليان، بحال مثلا الاس دي. دونك الحساب الديني ديال الاس دي كيبقاو يخدموا في الصباح وكيبقاو يعتمدوا على هاد على هاد على هاد الخطوطه هادو كذلك. وبالنسبه للمعدات الياباني كيعتمدوا على هاد الاداه هادي، وبالنسبه للفيديك مات كيعتمدوا على تقنيات. دونك الاول كتبقى الثاني كتابيه، من بعد عاد كديفلوبي لي ميثود ديال الحساب وجميع الانواع الاخرى ديال الحساب. لا مونتيسوري كذلك كاينين اشياء اللي هي كتنسهم. اذا اون جينيرال لوتوماتيزم ولا كيفاش انك تخلق داك الحساب الديني اللي خاصنا نتفقوا عليه هو كيكون تدريب. داكوغ، يعني ما كيكونش كيكون تدريب كما كيكون تقنيه، اولا بصالح ولا بعباره افضل كيكون تقنيه اللي كتدرب على التقنيه. اذا الخطا اللي كانوا كيديروه مجموعه ديال لي فورماتور ديال كالكول مونتاج جابوني في المغرب اللي كانوا كياخذوا التكوينات، شو كانوا كيديروا؟ كياخذوا كيعلموا الوليدات التقنيه ولكن ما كيديرولهمش التدريب. حنا ملي كنتكلموا على التدريب كنتكلموا على واحد البروسيس اللي خاصو يكون زعما فيه جميع لي زاليمون باش ننجح التدريب هذا. داكور، يعني تخيلوا معايا مثلا كرة القدم كون ما كانوش في المسابقات العالمية، كون ما كانوش مثلا في كأس العالم، كون ما كانوش في المسابقات، واش الناس غادي تمشي تريني؟ واش غادي تموتيفا؟ واش كاين شي انفستيسمون في الفوتبول؟ ما كاينش شي انفستيسمون. وبالتالي هنا الفاي ولا البوان اللي خاصو يتخدم بزاف في الحساب الديني هو المجال ديال تنظيم المسابقات، كذلك تنظيم مسابقات سواء جهوية سواء وطنية سواء يعني كتكون محلية، باش اننا كنفافوريزيو داك داك لونتريمون باش نحققوا هذوك الفوائد ولا داك لي بينيفيس ديال لو كالكول مونتاج جابوني. وسيدا فاطي ما عرفتش الصوت عندي متقطع ولا هي حيت كاين اللي كتكون الانترنيت ما عرفتش واش كلشي كيسمع الصوت متقطع. لا كل مزيان استاذ مزيان. سامرش نحاول انا نزيد شويه في الصوت باش ما يكونش شويه ناقص الا كان ناقص. اذا كيف ما قلت لكم دابا ندخلوا، دابا دخلنا عرفنا شنو هو الحساب الديني. الحساب الديني تكلمنا عليه، وحنا تكلمنا سبيسيالمون على لو كالكول مونتاج جابوني الحساب الديني الياباني، وغادي نقول لكم علاش اختارينا احسن طريقه ديال الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس مونتال هو الحساب الديني، وغادي نقول لكم علاش. إذا غادي ندوزو نحيد هاد الشيما هادي. دونك اون جينيرال كما قلت لكم هنا الفونكسيونمون، دونك غادي نعاود دغيا جوست هاد لابارتي هادي في هاد لابارتي. دونك لا بوزيسيون هادي مشكل في هاد لابارتي هادي، سمحوا لي تسير فيها ولكن نشرح لكم من هنا ماشي مشكل. على غادي نحيدها وغادي نشرح لكم جوست واحد بتيت ابليكاسيون. فوالا، فوالا دونك نحيد لو بارتاج. فوالا كتشوفوا هاد دونك هادي هي لاباكوس، هانتوما هادي لاباكوس. دابا هنايا بغيت دونك لا بوزيسيون ديال زيرو قلنا كنقدروا نركبو من صفر حتى للتساوي، دابا باش نفهموا الفونكسيونمون قلنا هاد ليكو هادو كيتسموا دي كولون اعمده، وحنا في كل كولون ممكن اننا نركبو من صفر حتى للتساوي. اذا الى عرفنا كيفاش نمثلو فقط في اي عمود من صفر حتى للتساوي، دونك غادي نقدروا نمثلو حتى اي رقم، حيتاش اي رقم كيف ما كان ما كيفوتش هاد التسعود 10 ديال الاحتمالات صفر واحد حتى للتساوي. اذا حنايا الزيرو هو هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه في هذا لاباكوس. بالنسبه لاباكوس ديال المتدرب، لاباكوس ديال المتدرب كندير واحد لا ميثود
باش اننا كنديرو ميتا زيرو بحال هاد الشكل هذا، كنحركو بحال هاد الشكل هذا، كنديرو صبيعتنا بحال هكا وكنديرو الصفر. كاين بعض المعدات اللي فيهم واحد البوطون هنايا، كتبونك على البوطون وكاين واحد السليك كيبقى يدفع، هادو كيدفعوهم للفوق وهادو كيبقى يهبطهم لتحت. داكوغ؟ إذا هنايا فالابليكاسيون كنكليكيو على هاد الزيرو وانسي دو سويت. لاباكوس ديال الاستاذ كنديرو بوحده بوحده انسي دو سويت. دونك ميتر زيرو، زيرو هما الخلازات الاحاديه هابطين كاملين والخلازات الخماسيه طالعين الفوق بحال هاد الشكل كيف ما كتشوف. على سبيل المثال بغينا نركبو مثلا رقم صفر، هو هذا واحد، غادي نمشيو للوحدات. اذا غادي نمشيو للوحدات وغادي نطلعو خلازه احاديه هي ان. بغينا 2 غادي نطلعو 2، بغينا 3 غادي نطلعو 3، بغينا 4 غنطلعو 4، بغينا دابا 5. 5 شنو قلنا؟ غادي نعتمدو على الخلازه الخماسيه اللي كتحسب بخمسه، ها هي 5. بغينا نديرو 6 شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 5 بلس 1، تخي بيان. بغينا 7، 7 غادي نديرو 5 زائد 2 اي انسي دو سوي. بغينا 8، 5 زائد 3، وبغينا 9، 5 زائد 4 هي 9. دونك حنا دابا عرفنا كيفاش نمثلو من صفر حتى لواحد في اي عمود. دابا باش نمثلو شي رقم مثلا، غادي عطيوني مثلا شي رقم بغيتو تمثلوه. نعطيكم مثلا انا مثال، مثلا 13، 13 13 كيتكون من رقمين، يعني غادي نستعمل جوج ديال الاعمده. 13 في العمود اليسار غادي يكون هو العشرات، يعني فيه واحد، غادي نمثلو في العمود اليسار واحد، وفي العمود يعني اليمين غادي نديرو هو 3. دونك هنا غادي تبقى لي 13. عطيوني مثلا، كتبوا لي في لي كومونتير، كتبوا لي في لي كومونتير شي رقم بغيتو تمثلو مثلا. كيف ما كان هذا الرقم هذا مثلا، عندي هنا 20، دونك 20 غادي نمشي للعشرات وغادي ندير 2، ها هي 20 مثلا. أستاذة أهرو عندي 249، يعني غادي نمشي 249، جوج غادي نمثلها لي سنتين، إي 4 غادي نمثلها لي ديزين، إي 9 غادي نمثلها فين؟ لي زونيتي. داكوغ؟ تخي بيان. إذا أستاذة خميسة عندي 25، غادي ندير 2 في لي ديزين، إي 5 في لي زونيتي. مثلا عندي أستاذة سعاد 3589، يعني 3000، 3 غادي نمشي لي 1000 غادي ندير 3، وغادي نمشي لي سنتير غادي ندير 5، وغادي نمشي ندير 8 في لي ديزين، اي غادي نمشي ندير 9 في لي زونيتي. تري بيان. اي استاذ الحسن بيان سور عندي 23، غادي نمشي لي ديزين غادي ندير 2 اي 3 في لي زونيتي. دونك هنا كيف ما كتشوفوا الطريقه اللي كنمثلوا بها الارقام. مثلا استاذ ابتسام عندها 89، 89764. إذا غادي نمشي، غادي نخدم هنا بخمسة ديال الأعمدة، غادي نمشي لعشرات الآلاف غادي ندير 8، إي مئات وحدات الآلاف غادي ندير 9، عندي لي سنتين غادي ندير 7، 7، وغادي نمشي لي ديزان غادي ندير 6، إي غادي نمشي لي زونيتي غادي ندير 4. إذا كيف ما شفتوا دابا هذه هي الطريقة وكيفاش اننا نمثلوا الارقام في لاباكوس. تخي بيان. اذا غادي نمشي لكم دغيا دغيا وغادي نهضر لكم على بعض الاساسيات، ياك غادي نهضر على بعض الاساسيات ونرجعوا ثاني للتكنيك. خلينا نسدي الشارج مع داكور. دونك انا غادي نقول لكم علاش الحساب الذهني ياباني اساسي لكل طفل. اذا هذا تقريبا الشعار ديالنا. فوالا، ديما الفوق خمسة، ديما السعاد خمسة. إذا غادي نتكلم لكم علاش الحساب الذهني مهم 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 بزاف بزاف لكل طفل. كاين بزاف ديال الناس اللي خايدين فكرة، يقول لك مثلا أنا ولدي غادي يبقى يحسب دغيا دغيا، شنو الحاجة اللي غادي يستافدها؟ والرياضيات مثلا كتستدعي علاقات، كتستدعي دي تيوريم، كتستدعي دي شوز اللي ربما يعني فوق الحساب الذهني. داكوغ؟ يعني باش أنا ولدي يجيب مزيان، باش نجيو من الآخر هاد لو بروجي هذا علاش كي اتيغي بزاف لي بارون؟ علاش؟ حيتاش كيخدم على واحد الموضوع اللي هو تخي سونسيبل بالنسبه لي زوريونتاسيون، بالنسبه لوريونتاسيون ديال التلميذ. مي كيكون مثلا غادي توجه مثلا علمي ولا غادي توجه ادبي،
ولي بارون كاملين هما كيعرفوا بان الوليدات كيخصهم انهم يعني بحال قلتي يبداو يدخلوا يتعلموا الحساب يكون عزيز عليهم انسي دو سويت. وبالتالي داكشي علاش هاد لو بروجي ديال الكالكول مونتال جابوني يعني كنعتبرو وبيان سور على حسب لو مارشي على حسب شحال دوزت فيه زعما مده طويله كنعتبرو تقريبا ثاني مشروع اللي كيكون مطلوب بشكل كبير بالنسبه للناس اللي كيبغيو انفيستيو يديروا ان بروجي ديال الحساب الديني او اللي يكون عندهم دخل اضافي يعني ثاني مشروع اللي مطلوب بعد السوتيان سكولير. بيان سور كيف ما كنعرفوا السوتيان سكولير دونك يعني تحيه لكاع اللي كيخدموا في السوتيان سكولير ولكن كنعرفوا بان السوتيان سكولير هذه تسييده داكور يعني سي با ان بروجي كي ديفلوب دي شوز يعني سون دي لاكون ربما كيلقاهم التلميذ او ما كيكونش مثلا عنده مشاكل في شي ماده كيحتاج السوتيان سكولير. مي غادي نتكلم لكم على دوزيام بروجي ولا نقدر نقول لكم هو لو بروميي بروجي ملي كنتكلموا على الديفلوبمون ديال واحد السكيلز ولا ديال المهارة اللي كاين في المغرب. هادشي حنا الثقافه ديال الديفلوبمون ديال لي كومبيتونس عندنا قليله شويه يعني كومبيتونس كنتكلموا على دي كومبيتونس مونتال بحال كنتكلموا على لا ليكتور رابيد مثلا على لا روبوتيك ولا لا بروغراماسيون ولا لا شيمي مثلا او لا دي بيتي بروجي مثلا اللي كي اللي الوليدات كيحسوا بواحد كيحسوا كما قلتوا بواحد الديفلوبمون دو كومبيتونس. بيان سور في المدرسه كاينين دي كومبيتونس ولكن مالوغوزمون الاعتماد ديال الانواع ديال الذكاءات كاين جوج ديال الذكاءات اللي كيعتمدوا من لو سيستيم ايدوكاتيف الذكاء الرياضي والذكاء الرياضي المنطقي والذكاء اللغوي. وبالتالي هنايا لو كالكول مونتال جابوني غادي نتكلموا على بعض الاساسيات. دونك هاد لو كالكول مونتال جابوني اول شيء اللي انا كيعجبني بزاف سي لاكتيفيتي اللي كيحس بها الطفل فواحد الجو ديال لا كومبيتيسيون داكور يعني هاد لا كومبيتيسيون هادي يعني شويه زوينه ماشي بحال لا كومبيتيسيون ديال لي نوت يعني كنقول انا جيت الاول هذا جا الثاني دونك هذيك تقريبا شويه قاصحه فيها لا كومبيتيسيون نقدروا ما نسميوش كومبيتيسيون مي ملي كنتكلموا على واحد الرياضه ذهنيه داكور واحد الرياضه ذهنيه اللي فيها مسابقات وفيها واحد السيستيم دونترينمون وفيها واحد المنافسه نقدروا نقولوا هنا كيدخل لواحد المنافسه اللي نورمالمون فيها واحد ما كيكونش فيها لو ستريس ما كيكونش فيها هذا بالعكس كيكون فيها المتعب واحد الشكل اللي هو كبير. هاد القضيه ديال ادخال الاطفال في جو المنافسه خاصكم تعرفوا واحد القضيه جميع الاطفال اللي كيدخلوا في جو منافسه في دي كومبيتيسيون لا بيرسوناليتي ديالهم كتكون مختلفه على الاطفال اللي ما داخلينش لدي كومبيتيسيون سواء دي كومبيتيسيون سبورتيف سواء دي كومبيتيسيون كما كنشوفوا هنا الانواع ديال لي كومبيتيسيون لي سبور هذا مونتال داكور بحال الكالكول مونتال جابوني مثلا دي بروجي تكنيك بحال هكا او لا مثلا القراءه السريعه وما سون او لا ديكتي او لا كاين با مال دو كومبيتيسيون شفنا ديرنييرمون ميم لا كومبيتيسيون اللي كانت في كندا ديال لا ديكتي اللي ربما بحال واحد البنيته جات فواحد المستوى طالع دونك ابار البنيته الاخرى اللي ديال جو بونس الاولمبياد ديال الرياضيات اللي جو بونس جات وقيله في المرتبه الثانيه على ما اظن على ما عقلت او المرتبه الاولى المهم وحده فيهم جات المرتبه الاولى او الثانيه في لا ديكتي وثاني في الرياضيات الاولى او الثانيه. اذا هاد لا كومبيتيسيون هادي فريمون كتخلي هذاك التلميذ يحس كيدخل شويه في اللعبه داكور حيت ملي كنتكلموا على اللعبه كنتكلموا اون جينيرال كاينه لعبه المال كاينه لعبه البيزنس كاينه لعبه الدراسه كاينه حيتاش لو جو هذا يد سنه الله في الكون انما الحياه الدنيا لعب واللاعب هو اللي كيكون فيه لو سكور كتلعب باش كتجمع اكثر باش كدير اكثر بيان سور كيبقى داك الشيء محدود في الدنيا دونك اللعبه هي واحد الحاجه دونك سيدي ربي خلق يعني خلق لنا هذا المجال باش نمشيو ديما في لي غراد علاش حيتاش كون ما كانوش لي غراد كون غادي يكون ملل والدنيا ربما غاديش الانسان ما غاديش يطلب الكمال وما غاديش يطلب شي حاجه اللي هي مثلا فيها درجات. وكيف ما كتشوفوا سبحان الله حتى الله عز وجل كيفاش خلق الانسان خلقه على اساس انه يعني على حسب المستوى الجهد ديالو مثلا كاينين مستوى بيان سور في الجنه كنتكلموا على درجات وكنتكلموا العياذ بالله في المستوى ديال جهنم العياذ بالله زعما اللي كنتكلموا على درجات يعني اصلا لو سيستيم ديال لو جو ديال ليدوكاسيون اون جينيرال يعني الا ما مشاش بواحد الطريقه فيها لا موتيفاسيون
تكون لا موتيفاسيون بوزيتيف صح. بارمي لي شوز اللي عميق اللي كيكونوا في الدواز ديالنا بيان سور كما كنقولوا سي دابا خلقنا بحال هكا كنبحثوا على لا غراد كنبحثوا اننا نديباسيو من نيفو لنيفو اي انسي دو سويت. وبالتالي هنايا انا كنصح بزاف لي زاكتيفيتي مونتال سوا الكالكول مونتال جابوني سوا اي اكتيفيتي. علاش؟ حيت كتدخل التلميذ في هذيك المساله ديال انني باش نحصل على واحد الكغال طالع يعني كيخصني ندير واحد ليفور. وهذا هادو باغمي لي شوز اللي كيتانستالو في الوليدات بحال شي لوجيسيال يعني مي كيشوف راسو في الاول كيدير واحد بيت افور وكي النيفو ديالو كيطلع وكيزيد ليفور كي النيفو ديالو كيطلع راه هنا كيبدا الطب في هذه المساله ديال انني باش نحصل على مثلا واحد لو نيفو مثلا ولا واحد الجائزه خاصني ندير واحد ليفور. يعني هذه هي سنه الكون يعني خاصني ندير ليفور باش نحصل على فورما زوينه في الجسد ديالي خاصني ندير ان ايفور سبورتيف. باش مثلا نكون سبيسياليست في واحد المجال خاصني ندير واحد ليفور خاصني ندير واحد العادات خاصني ندير واحد لي زابيتود. باش نربح في المسابقات الكالكول مونتال جابوني خاصني ندير واحد ليفور خاصني نبدا نتدرب بواحد الشكل اللي هو منتظم باش نحصل ونوصل لواحد المجال واحد لو نيفو اللي هو مهم ومهم جدا. اذا هذا باغمي الاشياء الاساسيه جدا اللي حنا كنحاولوا ندخلوه في الكالكول مونتال جابوني. كاين الحاجه الثانيه هو او نيفو ديال التمثيلات النوع ديال اللي كيتعلم به التلميذ اولا الديفلوبمون ديال هاد لي 3 زونتير اللي كناخذوا بهم اللي كنستقبلوا بهم لي زانفورماسيون. يعني عندنا شي حاجه اللي هي كينستيزيك شي حاجه فيها لمسيه داكور فيها الموفمون وكاين كذلك الفيزيوال وكاين لوديتي داكور. لو كالكول مونتاج جابوني علاش اساسي كيخدم لي 3 او ميم طون. ملي كنجي مثلا كندير مثلا لا ديكتي داكور كنخدم لوديتي كنفتي على لا ديكتي كندير التلميذ لا ديكتي كنقول ليه 2 بلس 2 بلس 20 بلس 50 بلس 5 فوالا سي 60 17 مثلا داكور. دونك هنايا كنخدم لو سونس ليكوت وكذلك كندير الموفمون اللي كنا تكلمنا عليه قبيله بشكل مهم جدا ملي كنتكلموا على اون اكتيفيتي اللي فيها اللي كننتقلوا من الحاجه فيها الموفمون لوتوماتيزم ديال السيرفو ديالنا داكور. يعني هنايا ها حنا انا خدمت كنخدم كنبدا نتخيل دونك كنضل نلصق كنبدا نتعلم انني ناخذ دي زانفورماسيون اوديتيف وكنبدا نركب داكور. وسيرتو ملي كنتكلموا على الحساب الذهني الياباني كنتكلموا على واحد النوع ديال لا ديكتي اللي كيكون فيه واحد الرونفورسمون كيكون فيه واحد لا فيتاس. وكذلك او نيفو فيزيوال او نيفو فيزيوال مثلا كنخدموا بكلك لوجيسيال اللي فيهم مثلا واحد لا فيتاس معينه مثلا اللي كنخدموها داكور. بلاتي نشوف واش عندي انا هنايا فلاش داكور او نيفو فيزيوال مثلا اما بهذا كنخدموا لي كارت اولا كنخدموا مثلا بشي لوجيسيال ديال الكالكول مونتاج جابوني كنخدموا الفيزيوال بحال هذا الشكل هذا مثلا كنشدوا مثلا مجموعه ديال لي زوبيراسيون مثلا على حسب واش سامبل واش غادي نشوفوا هاد لي غراديواسيون هاد لي غراد ان شاء الله ابري. وكنخدموا مثلا على حسب واحد لانترفال دو طون كنديماريو وهنا كيبداو يتافيشيو 5 بلس 3 موان 1 موان 5 بلس 4 بلس 5 ainsi de suite. دونك هنا كنغدي يعني لا فيتيس ديالي وكنخدم بيان سور على حسب يعني العدد ديال لي لين العدد ديال لي لين يعني الطبقات واش كنخدم اعداد فيهم الوحدات بوحدهم ولا العشرات ainsi de suite. وبالتالي هنايا كنخدم كذلك على الفيزيوال وكذلك على او نيفو دي ليفر مثلا او نيفو دي ليفر حتى الا كتلاحظوا كاين بعض الصعوبات اللي كيكونوا عند بعض التلاميذ مثلا في الكتابه مثلا ملي كيبغي ينقل في السبوره شنو كيدير كيبدا ينقل حرف بحرف داكور ولا كينقل بكلمه بكلمه وكاين بعض التلاميذ اللي كينقل جوج كلمات ثلاثه الكلمات. وبالتالي كذلك في لو كالكول مونتال جابوني كيخدم هذه القضيه هذه. علاش؟ حيت مثلا ملي كيجي التلميذ كيكون عنده بامال مثلا واحد خمسه ديال مثلا خمسه ديال الاعداد هنايا نقدروا نخدموا مع التلميذ بشويه بشويه باش يسكاني هذوك الاعداد ماشي خدمة غادي يدير 6 ويشوف ناقص موان 1 وغادي يدير بلوس 4 وغادي يدير موان 8 وغادي يدير بلوس 7 هنايا داكور كيبقى يمشي بوحده بوحده. ولكن الا بدا كيخدم على لو كالكول مونتاج جابوني ولو سيستيم اللي بيان سور اللي كيكون فيه التدريب كيبدا يتعلم السكان كيخدم على الذاكره الصغيريه ديالو داكور. اذا هنايا او ميم طون بيان سور ملي كتكلموا على لو كالكول مونتاج جابوني كتكلموا على مجموعه انواع ديال لي زوبيراسيون
نقدر نخدم لي زوبيراسيون او ديبي افيك اباكوس داكور ومن بعد كنخدمهم سون اباكوس يعني شنو درنا بروغرامينا لي ليان اللي بدينا كنديرو لهم لا ريبيتيسيون او ميم طون شنو كنديرو كنخدمو مونتالمون يعني لو مونتال هنايا كي يعتمد على داك لونطريمون اللي درتها في الاول بلا كنبروغراميت لو سيرفو ديالي وبالتالي بديت كنبدا نحسب دغيا دغيا داكشي اش كتشوفوا بعض الوليدات مثلا في الكالكول مونتاج جابوني كيبداو يحركوا الصبيعات ديالهم بحال هذا الشكل هذا حيت باقي داك الرابط. نقدروا نتكلموا على مستويات الحساب الديني وكيفاش كينتقل التلميذ من الحساب مع المعداد بدون المعداد بكل بساطه. في الاول التلاميذ اول حاجه كيتعلموها كيتعلموا القراءه ديال المعداد داكور كيتعلموا كيفاش يركبوا عاوتاني الاعداد في المعداد ياك. من بعد كيبداو يتعلموا كيفاش يديروا الحساب مثلا الحساب البسيط غادي نشوفوا شنو هو الحساب البسيط الحساب المركب انسي دو سويت مثلا كيتعلم شويه الحساب البسيط عاد كيدوز للحساب المركب ومن بعد كيبدا يدير او ميم طون كيخدم افيك اباكوس اي سانز اباكوس افيك اباكوس اي سانز اباكوس هو غادي كيدوز في لو نيفو كيخدم افيك اباكوس اي سانز اباكوس شو كيخدم افيك اباكوس اي سانز اباكوس كيخدم بليزيور ميثود ديال لو كالكول نقدر نخدم افيك اباكوس اي سانز اباكوس افيك ان ليفر داكور يعني نخدم في الاول افيك اباكوس ديالي نشد لو ليفر ديالي ونخدم لي زوبيراسيون بحال هكا ونخدم سور لو ليفر كذلك لي زوبيراسيون سانز اباكوس نقدر نخدمهم كذلك في لو ليفر يعني كيكونوا عندي دي زوبيراسيون بيان سور ندير في لو ليفر هنايا وشنو كندير سانز اباكوس كنشد مثلا كنسكاني وكنبدا نخدم وكندير لا ريبونس كنسكاني وكنخدم كندير لا ريبونس كنسكاني وكنخدم كندير لا ريبونس وبالتالي هنا كندير واحد التدريب بيان سور ديال السيرفو ديالي. كذلك كاين دي زوبيراسيون افيك اباكوس اي سونز اباكوس بالفلاش داكور الفلاش هنا اللي كويتكم قبيله يعني شنو كندير كنعطي مثلا التلميذ واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون سور هذا اللوجيسيال هذا وكيبدا يخدم في الاول افيك اباكوس عاوتاني كيخدم سونز اباكوس داكور يعني هنا عاوتاني كاينين تقسيمات اخرى داكور غادي نشوفهم ان شاء الله فحتى تكون عندكم لاباكوس الا بغيتوا السيمانه الجايه نجيبوا معكم هذه باش نديروا دي زيكزارسيس داكور خذوا هذه كتكون في المكتبات يعني راه سا ديباس با 35 تيغرام 40 تيغرام 50 كاع ماكسيموم الا ما كانوش زعما قلال غادي تاخذوهم اللي كاين في كازا يقدر ياخذوهم مثلا في بعض لي بوتيك ميم الجمله واقيلا ما يحسبهم لكش الجمله كيتحسبوا شويه قل ولكن كنتكلموا على العادي كتاخذ وحيده مينيموم تلقى واحد 25 تيغرام الا كانت شي كاليتي عيانه كاليتي عيانه خذوا شي وحده زوينه احسن بقى لكم كاين شي وحدين كاليتي شويه عيانين دغيا كيتعوجوا كيطيحوا شي شويه ما كيصبروش بزاف خذوا شي وحده 35 40 تيغرام بحال هكا باش نديروا ان شاء الله وفي هاد لي سيونس اللي جايين باش نديروا بلوس دو براتيك وتفهموا ان شاء الله الفونكسيونمون ديال هذا داكو ندوزو لكيلكو دوطخ هذا الافكار الاساسيه دونك حنا كنشوفوا نحاولوا نشوفوا الاساسيات بيان سور باش تاخذوا فكره بشكل اعمق تكلمنا على التمثلات التعليميه وشفنا لي زيكزارسيس اللي كيديفلوبيو لوديتيف الكينيستيزيك حنا غادي نشوفوا هنا جوست واحد المثال دغيا ديمونستراسيون غادي تشوفوا هنا معايا خصوصا انا مسموع دونك هنا تشوفوا كيكو ديمونستراسيون غادي نوريكم حتى المغاربه دابا نوريكم الجابوني حيت هما الاولين نوريكم حتى المغاربه تبارك الله كنت واحد لامام واحد النهار شحال ديال يلاه بديت في ليزاكتيفيتي ديال الحساب ديالي ديك الساعه ما كان عندي حتى شي تلميذ يلاه بديت يلاه بديت درت لا فورماسيون وانفيتيت لي مامون لو سونتر وقلت لهم فوالا شوفوا ها انتم شوفوا ميتاوي تلقز واحد لامام وقلت لي شوف قلت لي انت دابا كتوين لي جابوني حنا بغينا نشوفوا المغاربه فينا من المغاربه بقيت كنضحك قلت ليها المغاربه هما هذوك ولادك اللي جبتيهم هما اللي غادي يوليو كيحسبوا دغيا
سبحان الله، هذيك السيده والله الا ولدها كان بامي ديما، هو واحد الوليد واحد اخر كنت كنشارك فيهم في المسابقات ديما، اما هو الاول ولا هو الثاني تبارك الله. Voici par exemple quelques sujets d'examen. Le professeur leur lit une suite de nombres de 7 à 11 chiffres et elles utilisent leur boulier pour les additionner au fur et à mesure. Observons leur technique. انا زاد لكم شويه مع لا ديكتي كانت طويله. هنا الا كتشوفوا هذه لا ديكتي نيميريك، يعني شو كدير كتبقي قيفتي عليها وهي اش كدير كتخدم افيك اباكوس داكوغ. هنا عطات الريزولتا صحيحه. هادو لي شامبيون اللي كيديروا مسابقات كيربحوا مسابقات، بحال قلت واحد القسم سبيسيال ومشاو واحد لا تيليفزيون ومشات كدير ريبورتاج معاهم. هاد لو جونغ هذا هو اللي قلت لكم قبيله، سي لا ديكتي نيميريك افيك اباكوس يعني. وعاد كاين عاوتاني لا ديكتي سونز اباكوس، انتم غادي تلاحظوا مثلا في هذا المثال هذا ما غاديش ندير لكم بزاف دغيا باش تاخذوا باغ لوغ سافوار فير. ايوا 436 円なり1592円なり827円なり304円. دونك الا لاحظتوا هنا ما كتخدمش افيك اباكوس داكو، حتى صبيعاتك لقيت تحركوا بشويه. ناري 5681円なり973円なり Les nombres s'affichent en une fraction de seconde. Horikawa a mis un an à maîtriser cette épreuve. Vous allez découvrir toute la puissance de sa technique. والحمد لله تحقق الحلم، ولينا كنديروا مسابقات. انتم غادي تشوفوا دابا هذه المعجزه. دونك غنشوفوا دابا هاد البنيته هادي كتشوف الفلاش وكتسولها او ميم طون، يعني كتشوف لي زوبيراسيون كيدوزوا في الشاشه او ميم طون كتبقى تسولها، يعني عينيها خدامه كتحسب والدماغ ديالها كياخد لا كيسيون وكيجاوب عليه. شوف それでは問題スタート。このまま、ブラシの人はやっぱり好きな食べ物は？お好み焼きです。それでは、9。Voilà, quel est le résultat صحيح. Donc, هنايا bien sûr, هذه la vidéo exactement خلاتني نتموتيفا شويه عليكم، حتى الشيء اللي خلاتني من بعد بقيت كنخدم على لي كومبيتيسيون. الحمد لله وصلنا كنديرو دي كومبيتيسيون يعني او نيفو ناسيونال، والحمد لله كاينو كيشاركوا بزاف ديال التلاميذ سواء في داخل المغرب سواء خارج المغرب. الحمد لله كاين بزاف ديال المدربين الحمد لله اللي بداو كيحضروا لي كومبيتيسيون ديالنا وديفلوباو لو بروجي، وهذا الشيء اللي عجبنا بزاف. تبارك الله كاين اللي مشى بعيد، كاين اللي تكونسونطرا على لو بروجي، شاف فريمون كاين واحد لا بويسونس. حيتاش قبل صح في 2000 نقول لكم في 2007 8 9 كان لو كالكول مونتاج جابوني، وكما كنشوفوش هاد الشو هذا ما كنشوفوش داك فريمون داك لا ماجي ديال لو كالكول مونتاج جابوني. حيتاش فريمون شي حاجه اللي اكسترا اوردينير، والناس ملي بدات كتحضر لي كومبيزيسيون. علاش كنقول لكم لي كومبيزيسيون شي حاجه مهمه؟
حاجه وقتاش التلميذ كيعطي لا بويسونس ديالو، ملي كتكون واحد المكافاه، ملي كتكون واحد ميم با ما نقولوش هي مكافاه ماديه، ولكن واحد الاحساس اللي كنقلبوا عليه كاملين هو النجاح، واحد الاحساس ديال الانجاز، يعني كننجزوا واحد الحاجه بعد ما كندير واحد التعب اللي هو كبير جدا. وبالتالي هنايا تكونسونطرينا ابخي على دي كومبيتيسيون وبدينا كنضمرهم. وهنا غادي نعطيكم غير جوست كيلكو زيماج كونسيرنون لا كومبيتيسيون. هاد اللقطه اكزاكتومون علاش بغيت نوقف ونقول نهضر لكم. هاد البنيته هادي، هاد المسابقه دات في 2018، كانت شاركت في مسابقه وطنيه في 2017. 2017 ما بحال حتى شي حاجه، وكانت من الاواخر، بقى فيها الحال بزاف، بكات. وفي 2017 يعني او كور ديال 2017 قبل ما دار لا كومبيتيسيون ديال 2018، بقات كتويني 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 حتى ربحات وجات هي الاولى في هذاك المستوى اللي خدمات فيه. عرفتي فرحات واحد السعاده اللي هي كبيره، وعمرها ما غاديش تنسى هذا الانجاز اللي داتو. وانا سيغ اي سيغتان ملي غادي دير ان بروجي في حياتها، ولا غادي دير شي حاجه في حياتها، ولا غادي تبغي مثلا توصل واحد لوبجيكتيف، غادي تعرف شنو هي القيمه ديال لونطريمون، وشنو هو القيمه ديال الاستعداد. حتى هذا الشيء هذا هو ما وراء الكواليس، ولا ما وراء الحقيقه، ولا ما وراء لاكتيفيتي. كاينين دي شوز اللي فريمون كنقلبوا عليهم في هاد لي كومبيتيسيون هادو. دونك هنا بيان سور كاينين دي يعني وليدات تبارك الله واصلين دي نيفو اللي هما خطيرين جدا، الخيال العلمي. داكوغ، هانتوما شوفوا سيسانتا جابتها صحيحة. وهادي ابليكاسيون مايمكنش بروغراما، وكاين بعض لي بارون كيقولوا حيت انا كنت في البي سي وكنت كنت كنخدم معاها، كاين بعض لي بارون ما تيقوش، كيقول لك لا يخليك ماشي فيديو هذا، لا ابليكاسيون ما كاينش بروغراما كتعطي لالياتوار، ما كاينش دي شيفر انت تبروغراميها ولا شي حاجه. داكور، واحد جوج ساتي نعاود نوت فور. داكور، نوف كات سيت نوف، نوف كات سيت نوف. فريمون سي لا ماجي. كان واحد لو شو، حيت هذا ستان شو، وكان قبل ديك الساعه يعني كانت مسابقه بيان سور هي اللي بحال كانت مشاكل تبارك الله من بعد في المانيا، ولو نيفو ديالها واحد لو نيفو اللي طالع بزاف، وكاينين تقريبا حتى واحد الوليدات تبارك الله حتى هما واحد لو نيفو. دونك انا علاش شويتكم هذه، حيت كانت باغمي زعما اللي عندها واحد لا فيتاس اللي كبيره، وما جاتش زعما بلا تكنيك، جات بلونطريمون. هادشي اللي كنركز عليه، اللي كيدير كالكول مونتاج جابوني خاصو يبني ان سيستيم دونطريمون، ماشي ان سيستيم ديال لونسينمون، حيت ما نخلطوش انا يعني كندير لونسينمون كنعطي تكنيك، اولا كندربك على تكنيك. دونك التدريب كتكون فيه التحدي، كيكون فيه لو سكور، كيكون فيه لي كومبيزيسيون، سي لو فون ديال لو كالكول مونتاج جابوني. الا ما كناش غادي نخدمو بهذا لو سيستيم هذا، ما غاديش ننجحوا في الانجاح، ما غاديش نوصلوا لديك لي زوبجيكتيف ديالنا. حيتاش الحساب الذهني فيه بزاف ديال الفوائد. دونك هنا الاخوات والاخوان، دغيا دغيا قبل ما ندوزوا الاسئله ديالكم، غادي نشوفوا نشوفوا اشياء اخرى بالنسبه للمهن التقنيه اللي تكلمت عليها قبيله، والتي لها علاقه بالرياضيات تحتاج الى معدلات مرتفعه، وبالتالي لو بوزوان ديال لي بارون دائما كيقلبوا من الصغر شي حاجه اللي كتخلي ولدهم سيونتيفيك، شي حاجه اللي يكون عندهم مع رياضيات، شي حاجه اللي هي بروفي سيونتيفيكمون. وبارمي لي زاكتيفيتي اللي ناجحه في هذه القضيه، اللي او موان كتحبب الوليدات الحساب الذهني، ما غاديش نقولوا بان غادي تضمن الوليدات يجيبوا معدلات كبيره، واخا بزاف ديال التلاميذ اللي كانوا كيديروا الحساب الذهني ديفلوباو مزيان لي نوت ديالهم، سيرتو اللي كيديروا الحساب الذهني بلونطريمون ماشي بالتقنيه. داكوغ، إذن هنا كذلك بالنسبة لا موتيفاسيون وتحبيب مادة الرياضيات افيك لو جو، راه سي بيان.
وحتى في لو بروغرام ديالنا لا فورماسيون اللي ولينا كنديرو بور لي فورماتور ولينا كنديرو الفيديك مات ولينا كنديرو دوطخ تكنيك وحتى بالنسبه لتحفيظ جدول الضرب كنحاولوا ناميليوريو دي تكنيك علاش باش او موا ديك الوليدات الصغار ندخلوا ليهم ايديات بطريقه اللي هي ذكيه. وواحد العالم صراحه اسمحوا لي نسيت على السميه ديالو كان تمو كان ما كيحملش الرياضيات ودات ليه مو ان سول جيست اللي بدلت ليه حياته كامله والطريقه اللي كيشوف فيها بها الارقام ما كانش عنده مع الكسور ما كانش كيعرف شنو هي واحد على ثلاثه ولا جوج على اربعه ولا جوج ثلاثه على ثلاثه ولا شنو هي اربعه على اربعه. حتى الوالده ديالو شدات ليه تفاحه قسمتها على اربعه وهذيك الاربعه مثلا كتشد ثلاثه كتقول ها هما ثلاثه على المجموع ديال التفاحه على اربعه ويدخل ليه المساله ديال الكسور. من هذيك لو بوان ولا التلميذ كيشوف الرياضيات اوترومون داكوغ يعني بدا كيخدم ليماجيناسيون ديالو ولا واحد التفاعل مع الرياضيات. بحال واحد التلميذ جلس معاه قبيله في جلسه ديال الكوتشينغ سكولير كيقول لي انا وكيجيب مزيان كيجيب بارمي لي برومي شنو لو سيكري ديالو هو ديك لا رياكسيون مع الماده ماشي كيحفظ الماده باش انه يمشي يجيب فيها معدل لا كي بحال كيتفاعل بحال كيقول لي انا كيعجبني داك كيعجبني القرايه كيعجبوني داك الشيء دونك كاين واحد النوع ديال التفاعل. دونك الا ما عرفناش ندخلوا الوليدات بطريقه ذكيه اي ماده اي ماده مواد غادي نكونوا فشلنا في لوبجيكتيف ديالنا. بحال مثلا ملي كنتكلموا على الذكاء الرياضي والذكاء اللغوي اللي كاين في المدارس بيان سور كاينين بليزيور جونغ دانتيليجونس الا حنا اعتمدنا جوست على الا حنا ليكول كلها كتعتمد على الانتيليجونس ماتيماتيك اي لانغويستيك وما خدمناش بطريقه ذكيه ليكول كلها وداك لو ستاف كله لانفيستيسمون كل اللي كدير الدوله غادي تكون فاشله فشل ذريع جدا في لوبجيكتيف ديالها. حيتاش الا كانت الغايه ديالي يكون التلميذ عنده ذكاء لغوي داكور وذكاء رياضي ما يمكنش نخدمه بهذيك لا ميثود الا ما كانش واحد التفاعل شخصي التلميذ مع هذوك المواد. يعني هذا التفاعل هذا مهم جدا. علاش لو كالكول مونتال جابوني اي لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا اون باراليل في لي سيونس دو كالكول مونتال جابوني كيخدموا على الانتيليجونس ماتيماتيك. يعني اي حاجه فيها ذكاء رياضي كنحاولوا اننا نانتيغريوها بيان سور في لو بروجي ديال لو كالكول مونتال جابوني. اذا شنو هو لو بروغرام ديال صوبان؟ بيان سور صوبان الياباني انتشر في العالم كامل. علاش؟ حيت كيتادابط مع السيرفو شي حاجه اللي هي ناتوريل وكتعطي واحد البيرفورمانس اللي هي كبيره جدا. كذلك دونك هنايا بيان سور منين بان في اليابان بداو كيخرجوا دي فرانشيز حيت الطرق كتختلف شويه بشويه داكور. بيان سور اليابان عندهم واحد لافونتاج عندهم ديك لا ديسيبلين كي عندهم في لو سيستيم ايدوكاتيف ديالهم. حنا ما عندناش ديك لا ديسيبلين حنا القضيه ديال القرايه باقي كنعيش واحد الملل كبير وما كنديروش واحد التابيه ديال التكرار ولا ديال لا ريبيتيسيون بطريقه اللي هي ذكيه. وحتى لوبجيكتيف ديال القرايه علاش حنا كنلقاو اي ماده باقي حنا ما عندناش التابيه هذه داكور. تبارك الله كاينين ديفزيفور ديال الاساتذه ديال هذا ولكن المجتمع والمدرسة كيفاش كنشوفوها باقي ما كنشوفوهاش بطريقة اللي هي صحيحة. وبالتالي هنا ديك الثقافة ديال السكيلز ولا الثقافة ديال تنمية المهارات باقي ما داخلاش في لو سيستيم ايدوكاتيف ديالنا. باغ كونطخ بعض الدول بحال اليابان هما صراحة زايدين فيه شي شوية هذاك الشيء الخيال العلمي يقدر الواحد يتسطى من كثر ديال ديك لونطريمون اللي كيديروا هذا. مي حنا ما كنطالبوش كاع بهذيك هذا كنطالبو فقط واحد النوع ديال لا كومينيكاسيون سوا في اي ماتيير. ملي كنتكلموا على الانتيليجونس ماتيماتيك ولا اي نوع من الانتيليجونس خاصنا نعرفوا كيفاش نابورديو هذاك لو سوجي وكيفاش نديرو نخدموه بطريقه اللي هي ذكيه جدا ونبسطوها باش الوليدات يحبوها ويخدموها بطريقه اللي هي غرادوي ما تجيهمش شي حاجه صعيبه وتكون شي حاجه ادابتي لهذا لي جوند الانواع ولا البيرسوناليتي ديالو كيفاش داير داكور. دونك هذه القضيه هذه هي اللي حاولنا نخدموا فيها على لو بروغرام ديالنا. باغ كونتخ ملي كتشد لو بروغرام ديال جابون 100% كتخدموا في المغرب صعيب ما غاديش يعطي الريزولتا الوليدات غادي يهربوا منه. داكشي علاش كنا درنا واحد ليفور كيفاش اننا درنا لادابتاسيون بيان سور وحاولنا نخدموا دي بروغرام اللي هما بلو ادابتي كيعاونوا الوليدات يديروا لا ريبيتيسيون كنخدموا هذيك الانواع ديال لي زيكزارسيس كاملين ولكن بواحد الطريقه اللي هي ادابتي بيان سور ما غاديش ينجح لو بروغرام جابوني الا شديتيه بغيتي تحطو 100% كيف ما هو.
بيان سور انا تكلمت لكم على المسابقات شي حاجه لي بريميوريال مهمه جدا كتعطيني ذات واحد لا موتيفاسيون هي كبيره جدا داكور شنو هي الوصفه ديالنا باش نخليو باش ننجحوا المدربين في الحساب الديني فيو هذيك البروبليم اللي قلت لكم كان منذ سنوات في المغرب التكوينات ما كيكونوش كاملين المدربين ما كيكونش عندهم بروغرام ما كيكونش اون استراتيجي حنا شنو هي الوصفه اللي بروبوزينا دونك حنا نورمالمون كنبروبوزي واحد لو سيستيم ديال الحساب الذهني اللي كما قلنا قبيله ادابتي داكور الكتوبه كاينين الكتوبه اليابانيين كاينين ولكن ما كنعتمدوش عليهم كنتانسبيرو منهم ولكن ما كنعتمدوش عليهم كذلك بالنسبه للمثلث الذهبي لانجاح حصص الصعوبان شوفوا ني كندير ان بروجي ايدوكاتيف كيخصني نعرف لي زيليمون اللي خاص لهاد لو بروجي هذا ينجح وحنا بالنسبه لنا لو كالكول مونتال جابوني باش نخلي الوليدات يبداو يدربوا على هاد الاداه هادي ويشاركوا فيها مسابقات ويستمروا ويديفلوبيو سكيلز ديالهم كونسيرنو لو كالكول مونتال جابوني كنخدموا باون استراتيجي ديال المثلث الذهبي لانجاح حصص الصعوبات شنو هو هاد المثلث الذهبي اول حاجه كنخدموا لي زاكتيفيتي كيكونوا فيهم كيكونوا عندنا لي زاكتيفيتي ديبانويسمون هاد لي زاكتيفيتي ديبانويسمون كنخدموا على لي بيزوين ديال الوليدات كيخصهم ينشطوا كيخصهم يحسوا براسهم فرحانين ما خاصش يكون ستريس عليهم ما خاصش يكون سيستيم بحال المدرسه كذلك كنخدموا هذا لو كوتي الاول لي بانويسمون كنشوفوا دي جو ايدوكاتيف اولا دي استراتيجي اللي كنخدموا واحد المجموعه الانواع ديال لي جو وغالبا هما كنعتمدوا على لا ميثود دو مونتيسوري بالنسبه لا استراتيجي الثانيه هي لا كومونيكاسيون مع لي بارون اي تلميذ كتدخلوا الحساب الذهني لي بارون ديالو ما كيكونوش عارفين لو سيستيم وهذا الشيء كان كيخلي بزاف لي بارون ما كيكملوش في هذا لو بروجي هذا علاش حيت هو ما عارفش الفونكسيونمون ديال هذا لو كالكول مونتال وملي كيجي كيتبع ولده ما كيفهمش شنو لوتيليتي بارفوا داكور هذا الشيء وقع لينا ملي كنا كنديروا لو بروجي ديال الصوبان ملي دازت واحد دو موا دازت واحد لا بريزونطاسيون دوفون لي بارون فواحد ليكول بريفي اللي كنا مدخلين فيها هذا لو بروجي هذا واحد لا مامو قالت لي شوف بنتي مثلا كدير شهرين لو كالكول مونتال جابوني كنعطيها 8 بلس 7 ما كتعرف ليهاش علاش دونك هنا سيبوزون انا ما درتش هاد لا بريزونطاسيون هادي سيبوزون انا ما شرحت ليهاش لو سيستيم كيفاش كنخدم ما غاديش تفهم تقدر تخرج ولدها دغيا دغيا وبالتالي بيان سور باش دير 8 بلس 7 كتبقى عبر مراحل وداك المرحلة الاولى ديال الشهرين ما كتكونش فيها هاد لو جونغ ديال لي زيكزارسيس كنمشيو بالحساب البسيط الحساب المركب وبعض التقسيمات هادو غادي نشوفهم ان شاء الله في السيمانه الجايه ياك السيده فاتحه السيمانه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا التقسيمات ونشوفوا البروغرام ونشوفوا ان شاء الله هذا وغادي نجيبوا معكم لي زاباكوس اللي بغيتينا نخدموا دي هذا دي زابليكاسيون دونك حنا شنو هي الخطه ديالنا باش نخليو مدربين ناجحين قلنا لا دوزيام دي شوز لا كومونيكاسيون مع لي بارون بيان سور وكذلك كنشوفوا دي زاكتيفيتي اللي كنحفظوا فيهم جدول الضرب كنقدروا نديروا دي زاكتيفيتي واحد اخرين مثلا في الانتيليجونس ماتيماتيك كيف ما قلنا قبيله كنديروا دي بروغرام بحال فيديك مات بحال مثلا شي كومبيتونس بريمورديال بارمي لي شوز اللي كيداو مثلا في ليكول اللي كتحتاج مثلا واحد نوت الريزونمون مهم جدا بحال مثلا الاعداد النسبيه ولا شي حاجه كنقدروا ندخلوه في دي زاكتيفيتي كرياتيف ماشي بحال ليكول ماشي بحال لي بروغرام اللي كيكونوا في الاقسام كنديروا دي زاكتيفيتي كرياتيف اللي كيعلموا الانتيليجونس ماتيماتيك دونك ما كنديروش بحال قلتي كومبيتونس ديال كما قلنا الاعداد النسبيه كيف ما قلنا مثلا اكبر او اصغر على حسب السن ديال الوليدات هنا كيكونوا دي زاكتيفيتي اللي كنعزلوهم باغ سوا باش نقدروا ندخلوا واحد الريزونمون ماتيماتيك للوليدات بواحد الطريقه اللي هي ذكيه حيت لو ريزونمون هو اللي مهم الاخوه الاخوات ماشي داك الرموز اللي كنحفظهم اللي كنخلي وليداتنا يحفظوهم بحال هكا كيحفظوهم فيزيوالمون الريزونمون والتحليل حيت هو اللي مطلوب في الماتيماتيك ما مطلوبش مثلا اللي دابا باقي لحد الان كلام في التاسعه في الترون كوما في الباك باقيين كيحفظوا التمارين باقيين كيحفظوا يعني الرموز باقي ما داخلش ليهم لو ريزونمون ماتيماتيك وبالتالي هنايا كيخص بلوس ديفور و بلوس دو كرياتيفيتي هاد القضيه هادي علاش كنديروها علاش دخلناها في المثلث الذهبي حيت بزاف ديال لي بارون كيدخلوا وليداتهم باش انهم يتاميليوراو في الرياضيات حنا ما كنوعدوهمش
حنا عندنا الحدود ديال لو كالكول مونتال جابوني، ها هما الفوائد ديالو، ها هما الحدود ديالو، ولكن ما كنواعدوش بان النقاط طلع. واخا هكا كنديو دي زاكتيفيتي جداد تحفيز جدول الطبع على حسب بيان سور السن ديال الوليدات ومجموعه ديال لي دوطخ اكتيفيتي بحال فيديك مات اي انسي دو سويت. لا ثروازيام بارتي اللي هي مهمه جدا هما لي جو ايديوكاتيف. دونك لا لو جو ايديوكاتيف قلنا، وقلنا بيان سور هذا يعني الكوميكاسيون بيان سور مع لي بارون، حيتاش سورتو ملي كيكونوا وليدات صغار، وكذلك هذا بالنسبه لي زاكتيفيتي اللي كيعلموا الريزونمون ماتيماتيك فوالا كيكونوا انتغري بيان سور في لو بروغرام. وكاين واحد العنصر اللي هو اساسي جدا اللي هو نتايا، اللي هو لو فورماتور. خاصك تكون يعني عندك لي باز، عندك الاستعداد، عندك الماتيريال، عندك كلشي، وعندك لا استراتيجي اللي غادي تخدم بها، وبالتالي هنا كتستطع انك تنجح لو بروجي ديال الكالكول مونتال جابوني بواحد الشكل اللي هو كبير جدا. بيان سور اللي نجحوا فيه مجموعه ديال الناس. انا دابا بصراحه با مال دو بيرسون في الدول العربيه، كذلك الجبهه الجاليه في كندا وفي هذا في فرنسا، بعض لي زيكول، وبعض كذلك هذا لي بارون اللي نورمالمون كيقراو وليداتهم في لو سيستيم فرونسي كيف ما كتعرفوا. كاينين بعض لي بارون كيقراو وليداتهم في الدار فيو دي لايسيتي اللي كتكون وما كيكونش الدين وكيكونوا دي بروبليم بزاف. خدمت مع با مال دو بيرسون الحمد لله غاديين في دي بروجي ديالهم مزيان. كاينين اللي شدوا دي بروجي في مدن متعدده الحمد لله، كاين اللي بداو كيديروا دي كومبيتيسيون، وهذا الشيء اللي بغينا هو داك الروح ديال لو كالكول مونتال جابوني. ما بغيناش نخدموا بداك، حيتاش لو كالكول مونتال جابوني فواحد الوقيته انتشر بزاف ولكن هبط. علاش؟ حيتاش ليسبري ديال لو كالكول مونتال جابوني والاهداف ديالو ما كانش كذاب. داكوغ، دونك هاد القضيه هادي مهمه جدا. داكوغ، يعني خاصنا نقري بطريقه ممتازه ان بون سيستيم دو كالكول مونتال جابوني. كنخدموا بواحد الخطه ديال 3 فوا 3 فوا 2، انا غادي نقول لكم حتى هي الحصه الجايه. خطه رائعه جدا ناجحه بزاف، وكاين هادو لي بارون، وكاين كذلك الوليدات خاصهم يستمتعوا، وكذلك بيان سور خاصنا نخدموا على لانتيليجونس والريزونمون ماتيماتيك ديالهم. كذلك الاخوان الاخوات، دونك هذا هو النظام الصعوبة المدعم باش شي نوع ديال التمارين سي لا كرياسيون. كاين دي زيكزارسيس للانواع ديال لي زيكزارسيس كرياتهم انزان الطريقة اللي كنقول لكم ادابتي، ان شاء الله حتى هي غادي نكتشفوها ان شاء الله في الحصة الثالثة. فوالا لو بروغرام فيديك مات الهندي فيه رياضيات ممتعة، وما كيداش بمانتيريال ولكن كيدار دي استراتيجي فيزيوال. كدير العملية واوليو انك مثلا تخدم طرح بواحد الطريقة كتخدمها، دونك سي فيزيوال. دونك خص نخدم معكم ان شاء الله كلك جونغ ديكزارسيس ديال فيديك مات، وغادي تشوفوا بان لا ميثود كتدرب في العين، كتبقى تخدم فيزيوالمون على لا ميثود. دونك بيان سور هادي كدير الجمع طرح الضرب القسمه الجذور المربعه. فوالا كاين واحد لا ميثود ديال انزان بلس اللي كنأكسيليرو بها لا فيتاس بشكل كبير جدا. غادي نبارطاجي معكم كلشي غراتويتمون ان شاء الله، وديك الساعه اللي بغى يكون معنا في لو بروجي كامل مرحبا به. دونك انا غادي نعطيكم دوره تدريبيه ان شاء الله متكامله، غادي تمشيو شي بلاصه اخرى اصلا ما تلقاوهاش، واصلا غادي تلقاوها بالفلوس ان شاء الله. دونك هذا عطاء ديال انزان، وهاد المعلومات هادي راه كاينين حصريه، ما غاديش تلقاوها في فيديوهات في يوتيوب، ما تلقاوها في حتى شي بلاصه. ان شاء الله غادي تستافدوا معنا في هذا الشهر هذا ان شاء الله ديال لا فورماسيون، كيف ما وعدتكم الاخوان الاخوات اللي دخلوا بار فيا فيسبوك ولا شي حاجه. داكشي اللي قلنا غادي نديرو، غادي ندير لكم ان مو دو فورماسيون، غادي نعطيكم كيلكو كتوبه تخدموا بهم. وعاد كاين بيان سور دوره بروفيسيونيل اللي فيها 4 موا دابليكاسيون ان شاء الله. انا ما غاديش نخبي لكم حتى شي حاجه في هذا الشهر هذا، مي لي 4 موا فيهم بلوس دوتي بيان سور، شي حاجه اللي فيها لانفيتيسمون ما غاديش تكون غراتويتمون. كاين شي حاجه بيان سور اللي فيها بعض الماتيريال وبعض الحويجات بيان سور هادو كيحتاجوا لونجاجمون. دونك باش حنا نكونوا صريحين معكم وتكونوا يعني ماشي تقولوا داروا لنا فورماسيون غراتوي ولا قال لك الخلاص، باش حنا نكون صريحين. كون سيدي فاتحه اموا ان شاء الله ما غادي يحتاجوا حتى شي حاجه واحده اخرى، غادي يعرفوا لو سيستيم كامل و لي بروجي كومبلي ان شاء الله هذيك الساعه اللي بغى انه يادابتي لو بروجي ويخدم عليه. مرحبا به.
Voilà, بالنسبة لكاندي نديرو كيلك اون سيونس او موان الكوتشينغ سكولير باش ندخلو بعض لي زوتي ولي تكنيك اللي كنقدرو نخدمو في لاكومبانيومون في الكوتشينغ سكولير كيفاش نادابتيوها حتى هي في لو كالكول مونتال جابوني. كيكونوا امتيازات إضافية بيان سور كيكونوا ضوات تدريبية في الألعاب التربوية، كاين ضوات تدريبية في كيفاش أنني نصيب الكتب ديالي داكوغ، وكاين ضوات كاين كذلك كتب قابلة للاستعمال مباشرة داكوغ، تقدر تبدل فيهم اللوغو ديالك والسمية وتخدم بهم تطبعهم تخدم بهم. كذلك مشروع صناعة البرامج التربوية، وكذلك شراكات وفرص إن شاء الله، وكاين ديجيتال ماركتينغ والطريقه ديال التسويق. الشركه ديال انزان نورمالمون كتعطي لي ديبلوم في جوج ديال التخصصات اللي عندنا الحق نعطيهم فيهم، كنعطيهم ديبلوم في الكوتشينغ سكولير ولي ديبلوم بيان سور في هذا، وعاد كاينين شراكات دوليه اللي كنعطيو فيها بيان سور دوطخ ديبلوم في تخصصات واحده اخرى. وشكرا لكم بزاف. فوالا اخر حاجه استاذه فاتحه، هو الموقع الالكتروني فيه جميع التكوينات مسجله وفيه كاع لي زيليمون وكاع داكشي اللي غادي تحتاجوه ان شاء الله في لو طرافاي ديالكم بوغ اسيغي هاد لو بروجي هذا، وتخدموا بطريقه اللي هي كونكورونسيال وتخدموا بشكل زوين في لو مارشي. فوالا شكرا لكم على الانتباه ديالكم، ما عرفتش سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف. وهنا الا كانوا كيلكو كيسيون ولا شي حاجه افيك ان غون بليزير، مرحبا بلي كيسيون. استاذه فتيحه. وي استاذ عبد السلام، دائما كتفاجئنا استاذ بالجديد، دائما دائما دائما. دونك بحال اللي قلتي عندهم دوره فيها شهر غراتويت، ولكن بيان سور اللي بغى يزيد يدعم بعض الحويجات التدريبات هذا راه كاينه اون فورماسيون اللي فيها 4 mois. حيت كانت الاستاذه سولت واش اموا كافيه، كافيه الا غتزيدي تكملي الخدمه من عندك، ولكن حنا كاين واحد لاكومبانيومون اللي غادي يكون معكم، غادي نمشيو معكم بشويه بشويه، غدعموا بعض الحويجات، غيكون تدريبات بحال اللي قال الاستاذ عبد السلام قبيله. الحساب الذهني ماشي غير دي تكنيك نعطيهم، راه ساهلين نعطيو لي تكنيك، ولكن خاص تدريب وخاص واحد الاستمراريه باش هكا كنوصلوا للنتائج اللي كيكونوا زوينه. دونك شكرا لك استاذ عبد السلام على العطاء ديالك دائما دائما دائما، شكرا لك بزاف. وان شاء الله الا كان شي تساؤل، انا ما باليش شي تساؤل لي كلمات شكر. شكرا لكم تنتوما على الحضور ديالكم، شكرا لكم اللي جلستوا معنا وحضرتوا معنا هذه الحصه هذا. وبيان سور بحال اللي قلنا حنايا عندنا اموا نشوفوا الادريسي، استاذ ادريسي صديقه ديالنا غتنورنا اليوم. تفضلي استاذه، عندها استاذ لامي استاذه اكرم. هيا عندها استاذه اكرم، اكتيفي الميكرو. فيكم اهلا استاذتي. الله يبارك فيك، كيداير سي عبد السلام؟ كيداير استاذ كبير لي الطليله ضروري ما يمكنش تكون واخا كتكون مشغوله كندخل ضروري. استاذه ام استاذه ام اكرم، استاذه ام اكرم كانت واحد الاستاذه معنا الا عقلتي، استاذه سميره كتقول لك وقت ما دخلت لشي فورماسيون ضروري كندي استفاده، ما يمكنش واخا غراتويت واخا ضروري ما كنستافد. الحمد لله دائما واخا درتي استاذ ام اكرم دارت معنا الحساب الذهني، واكيد انك خديتي حوايج جداد اليوم. ما غن ما غن ما غنخطي حتى حس واخا هكا. مرحبا مرحبا استاذه، مرحبا. كنشكرك استاذ عبد السلام بزاف، استاذه فتيحه الله يحفظك، الله زعما استمراريه ان شاء الله تكون لكم، لان كتضربوا مجهود كبير كبير كبير، نتمنى لكم التوفيق. غير واحد التدخل بسيط للناس اللي حضروا معنا هذا النهار، كلهم مرحبا بهم، غير اللي بغى يعلم وليداتو يتصمتوا ليه، يتصمتوا ليه يدير الحساب الذهني، لان ملي غتجلس تعلم وليدك كيفاش يحسب خصو يتصمت، خصو يسمع اش كتقول باش يقدر يحسب. يعني كتخدم معاه نتايا بزاف ديال الحوايج في حاجه وحده، هي واحد لومون زوين مع ولدك كتعيشو اول حاجه، ثاني حاجه كتعلمو شي حويجات اللي غينفعوه افي، ماشي غير حيت غادي يحسب الرياضيات ولا غيزيد في الرياضيات، غتعلمو يتصنت للناس ما يقاطعش الناس باش يمكن له يزيد ويقدم. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ضروري كنستافدوا، ومع دائما احنا معاكم
شوفي ان شاء الله غادي تجهزي في المول الجاي تبيت معنا ان شاء الله. التوفيق والمزيد من العطاء ان شاء الله، والمزيد من العطاء ان شاء الله. يا كريم شكرا لك. شكرا لك استاذ ام اكرم، وبيان سور ام اكرم كوتش سكولير مدربه الحساب الديني استاذه ديال تبارك الله عليها. شكرا لك استاذه ام اكرم، ما شاء الله الله يفرحك استاذه والله العظيم الله يفرحك. الله يخلي لها السي علي، الله يحفظكم، الله اكرم اي حاجه تسمي فيها ان شاء الله. يا ربي امين. شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليكم. نشوفوا استاذ حفيدي واستاذ عبد السلام عندك. اييه مرحبا استاذ حفيدي. استاذه حفيدي تفضلي. السلام عليكم. اهلا استاذه. مرحبا. سلام استاذه حفيدي. الكوتش ديالنا، الكوتش ديالنا استاذه حفيدي، مرحبا. كي دايرين بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. كلشي مزيان. الحمد لله استاذه. الحمد لله. اذا اولا كنشكركم على هذا المبادره، هي صراحه مبادره زوينه، والله يجازيك بخير سي بسلام. هو الصراحه راه سي بسلام اليوم عطانا اللب ديال الحساب الذهني، حيتاش انا فايت ليا درت فورماسيون في الحساب الذهني تقريبا من العام ديال كورونا، درتها هكا اونلاين، من بعد درت الاجتهاد ديالي، ودابا 3 سنين وانا كنخدم في هذا، وفي الحقيقه كل مره كنبتكر. وفعلا هاد الاشياء اللي قال سي اسلام اليوم هما اللي في الحقيقه هاد العام عطاوني نتائج مزيانه، اللي هي هاد ثلاثه الاشياء اللي هضرت عليها دابا انا سي اسلام. هي الألعاب، يعني خص الحصة ديال الحساب الذهني تكون متعة، حصة متعة، حصة كتخرج منها وانت فرحان. أكيد منين كندخلوا الأنشطة وكندخلوا هكا التواصل حتى هو مع الآباء مهم جدا. هاد العام دابا أنا شنو درت فاش خدمت أولا ما كنخدمش بالشهر، حيتاش كاين الناس اللي كيجي مثلا شهر كيبغي النتيجة اللحظية. انت كتخدم معاه مرة في الشهر، مره في السيمانه، في الشهر، النتيجه ما كتبانش، حيتاش اصلا حنا وليداتنا لا بلوبا فيهم ما عندناش داك البرينسيپ ديال نمشي ندرب صافي خص الاستاذ يعطيني كلشي، خصني نخرج انا كنعرف نحسب، ما سوقيش انا من ايوغ الا خرجت من عندك ما خصنيش ندرب، خصني كلشي تعطيه لي انت. نتا شنو درت؟ خدمت بار 3 موا. فاش خدمت بار 3 موا اش كندير؟ درت جروب واتساب وكنتواصل، كل حاجه كنديرها كنتواصل مع الاباء باش الناس اللي كيواكبوا وليداتهم وهذا كيفهموا فينالمون اش كيوليو كيقولوا ليا. في حيتاش كنلقاو بعض الخطرات انت كتخدم مع شي بادي معاه في واحد الطريقه، هو كيمشي يوريه شي طريقه وحده اخرى، ولا كيعطي شي رقم انت اصلا مازال ما وصل معاش داك النيفو، هو كيعطي واحد النيفو اخر كيقول لك راه ما صدق ما استفد والو. مين كنتواصل معاهم وكتكون هاد التواصل كيفهموا، ولا كيشكروا وكيقول لي الله يجازيك بخير، ماشي غير علمتينا، حتى حنا ماشي غير وليداتنا اللي علمتي. وفعلا حتى النتيجه انعكست على الوليدات، اغلبيه ديال الناس اللي خدمت معاهم عاودوا زادوا 3 موا اخرى، وفعلا فخورين ولقاو النتيجه في الدراسه ديالهم، في كيفاش انهم ولاو كيستوعبوا. مهم بزاف ديال الاشياء تبدلت فيهم. بقات لي واحد الحاجه اللي بقات لي اللي خصني ان شاء الله ما نتفاق معك حتى تعلم عليا سي اسلام. المسابقات في الحقيقه مازال ما خدمتش على القضيه ديالي. قدامك المسابقات بكاع داكشي اللي كتحلمي به كاين الشيء اللي ما يطيحكش في بالك. مرحبا. كاين اشتغال دابا انت استاذه حفيدي، شنو وقع لك؟ تبارك الله، بعدا واحد التحيه لك انك حاولتي تتقنين العمل ديالك، حيت بزاف ديال المدربين علاش كانوا كيحبسوا ما كي انت تبارك الله بقيتي كتقلبي حتى لقيتي بان فريمون كيخص لا كومونيكاسيون مع لي بارون، فريمون كيخص تكون واحد المتعه، فريمون تكون واحد ليبانويسمون. بعض الحوايج اللي فريمون سي تكنيك، راه الواحد الا ما تدربش عليه وما يقدر يلاشي. كاينه ما كاينش الصراحه بيان سيغ، انا اصلا كنعشق الرياضيات، داكشي علاش كنخدم على الحب. دونك كاين ديك لا باسيون سينو اللي ما كانش لا باسيون وما كانش فريمون المهنه، الحرفه كنقولوا حرفه ديال الاشتغال، غادي تقيدوا عندك الناس، غادي تحبس وغادي تسد الكراجات ديالك. لا راه فعلا داكشي اللي كيوقع، كيجي بنادم كيتسجل كيخرج كيقول لك ما استفد والو، راه ما دار حتى شي حاجه، ولكن هذاك الشيء اللي كنقلب فينا هو المشكل. منين كنفهم المشكل لا بروشين فوا كنخدم عليه. بارك الله. حيتاش فعلا انا هذا العمل هذا بغيت في الحقيقه الاغلبيه ديال الوليدات يستافدوا.
عمل عمل رائع جدا وفيه واحد اللي بينيفيس واعرين بزاف. واحد التلميذ كان عنده فات في الحركه والله الا ما بقاش عنده فات الحركه. هذا التلميذ اللي فريمون حجش الفات الحركه كيكون عنده واحد العلاقه بالسيرفو عشاني داك السيرفو كيكون واحد لاكري واحد لي فيد بزاف او نيفو دو سيرفو كيجلس كيبدا يدير ليماجيناسيون كيبقى يدير ليماجيناسيون فلوكي كيبقى ينوض لينا وينوضوي ما كانش كيجلس. من بعد شويه شويه لادابتاسيون ولا كيجلس هو اللي ديجا ولا عندنا قالنا والله الا عرفتي داك الفات الحركه وداك الشيء ما بقاش. وسيرتو كان كيتدرب شاك جور وكان كيتدرب على لي كومبيزيسيون. علاش انا علاش كنقول لك لي كومبيزيسيون؟ حيت شغل لا كومبيزيسيون اللي كتحفز. علاش حنا اون فان كون شنو بغينا؟ بغينا الوليدات يبداو يدربوا ديك لا ريبيزيسيون هي اللي كتعطي الريزولتا. كما قلتي ما لقيتيش شي طريقه تخلي بها ديك الوليد يبقى يدرب دونك صافي ما يعني غادي تشوي لا تكنيك فوالا يعجبو الحال. الحصه الاولى الحصه الثانيه الحصه الثالثه الحصه الرابعه غادي تقول لهم يلا نزيدو ندير الحساب الثاني يقول لها ما فيهش اللي يمشي خليه حتى الحصه الجايه. والا مامو كتحس بولدها ما مستمتعش ولا ما عندوش هذا كتقول بون نمشي نشد 200 درهم ولا 300 درهم نمشي نعطيها انا الاستاذ الفرنسيه ولا شي حاجه. انا اش غادي ندير بشي حاجه اللي ما غاديش نلقى فيها الفائده. باغ كونت خاصني نخدم الطريقه اللي هي بروفيسيونيل ماركتينغ زوين لا كومونيكاسيون مزيانه لي زاكتيفيتي ديالي يكونوا ذكيين بوغ اسيغي هذيك لو ترافاي ان شاء الله. وعلاش لا 4 اون الفوق هذا هو اللي كاين ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. مرحبا ان غون سلام. واحد التساؤل في اي سن يمكن بدء الحساب الذهني ونشوف عندنا بروغرام ديال الكريش اللي كيكون ادابتي بيان سور 3 اون وازون ولكن ماشي هادشي كتشوفوا في لي فيديو باش نقول لكم 3 صحابك واش هذا لا لادابتاسيون بالنسبه للماتيريال شويه شويه وكيكونوا دي زوبيراسيون تري سامبل داكور. كاين بعض دي زيكسيبسيون ديال وليدات باقي صغار كي اميليوريو دغيا كي تاميليوراو دغيا 4 5 اون يقدر انه يبدا يحسب بسرعه. ولكن كيف ما كنقول لكم على بوسيبيتا كاينه من 3 كيف ما نقدر نشد واحد لاكتيفيتي معقده وكبيره بزاف كالخدمه مع واحد الوليد اللي هو مثلا السن ديالو كبير نقدر نبسط هذيك لاكتيفيتي ونخدمها ونادابتيها على حسب واحد السن مثلا ديال 3 اون 4 اون. بالنسبه لي زاكتيفيتي برينسيبال 6 سنين. بالنسبه لي زاكتيفيتي بحال الاستعداد ديال الاعداد شويه القبلي وكيكون داك الشيء خفيف مثلا في كل حصه كيكون راقم وما كيكونش داك الشيء بيان يعني ديتاي بزاف فوالا دونك كيكونوا نقدروا نبداوه من 3 سنين. هو السيب سلام واحد الملاحظه فهاد بالنسبه للقضيه ديال السن. انا خديت مع الوليدات ديال لا غروند وتبارك الله عليهم زعما حققوا نتائج زوينه واخا خدمت معهم وصلت معهم حتى للعشرات وتبارك الله كيتقنوا العمليات ديال الطرح والجمع والطرح البسيطين كيتقنوهم رغم انهم ما قراوش تبارك الله زعما غاديين المده نقولوا دابا شي 3 شهور هذه وبنت فيهم نتيجة لدرجة أنه كنخدم معهم حتى التخيل كيعطيوني عمليات بسيطة ديال رقم وكيعطيوها لي صحيح ومن بينهم نيت بنتي الصغيرة اللي عندها 5 سنين. قادر إلا كان الطفل عنده هذا المؤهلات راه غيمشي. بالعكس راه في الحقيقة هذا الحساب الذهني أنا هذه التكنيك اللي حطيتها من بين لي زوبجيكتيف ديالي هو من الأحسن أنه بنادم قدم ما خدمتيها بكري قدم ما كتعطي النتائج ديالها أحسن. أكيد. شكرا لك أستاذ حفيظ. واحد الملاحظة أستاذ عبد السلام إلا عقلتي على الأستاذ اللي كان كيدير معنا الحساب الذهني وكنخدم مع لي زونفون اللي عندهم دي ديفيكولتي بحال التوحد بحال هذا والحمد لله عطيو دي ريزولتا اللي هما زوينين فريمون كان عطاو دي ريزولطا وكان طور هذوك الوليدات بواحد الطريقه اللي هي رائعه وكان فريمون كان قالها لنا هو لان خدم هو مع هذوك باقي هذه التيمونياج ديالهم مسكينه مع الاستاذ هشام. الاستاذ هشام تبارك الله ديفلوبا ولا ميثود ديال سيرتو ديال 3x3x2 شي حاجه اكستراوردينير. وعليكم السلام. السلام. اهلا مرحبا استاذ عبد السلام. استاذ وحشناك الله يحفظك. بارك الله عليكم.